فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: في صلاة الظهر اليوم وفي الركعة الثالثة سجد الإمام سجدة واحدة ونسي الأخرى، يقول ما الحكم في ذلك؟ استمر على هذا ولا استدرك؟ يقول: ما انتبه أحد إلى خطأ الإمام. ما تصح الصلاة، لازم من إعادتها، لا بد من إعادتها. نعم. ويقول حفظك الله: وهل يكفي في ذلك مجرد سجود السهو؟ لا، سجود الصلاة ركن، ركن ما يجبر سجود السهو. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.